أيوة يا جماعة، الجبال قالوا شهناز بسكي وابتسامتها الجميلة وارجولي بين والمعركة التالية والخمساء غنسي جمعة ثم انضمت الينا في النسخة السادسة. تبقى شيماء ولا ايتم وردتين في المهرجان. رحمة طه ومن وراها. بعت لي رسالة. ها هو الحلم يبدأ بكم ومعكم. كانت الفكرة بكم بسيطة بنفس هذا المكان من العام الماضي تحديدا في 16 من شهر أكتوبر. تهدد لينا للصال الود في قلوب الصغار أطفال مصر وإبداع من شعر وإلقاء وابتهال جزم. انت عندك موهبه تانية؟ موهبه ايه؟ هتستمتعوا معايا بموهبة الوقت اللي كان النهارده هتقدم لكم قصيدة باللغة العربية الفصحى اسمها أذن بلادي. اتفضلي يا كريم. أذن بلادي فإن الله
السلام عليكم. صلاة الله تحياتي للمهرجان ورئيس المهرجان الأستاذ أحمد مرسي الشاعر الكبير. ومن عطاياه أن يرصيك باللبن